الفرس ده مش للمجال ده هيدخلني هولو في مش هارلم شيك ده فن ضد الزمن زي مارفن جيس ومع ليريكا البحت وانتو الليريكا فين زي اي وجي باتل الاتنين اعدائي والكوبليه رساله للاعداء كله في دماغي وبنساش شاطر انا في ماس اعرف يعني ايه يوم الحساب اللعبه وسط الناس دي عامله زي السلم والتعبان لو ملحقتش تقطع راسه هيرميك من الشباك وانا في المجال رافت الهجان بحارب وسط وساخ عشان اوصل بره الاستقلال ماسك في ايدي سلاح عباره عن كلام بس بفكر بالجبال زي الصواريخ في غزه مضاد الاحتلال وانا بطولي بصلب طولي رجلي لففتني الباب بكره تنزلني في الجاكوزي بكره لما ابني يكبر هتشوفوني اشاور على الاغاني في مصر اقول له كل ده بمجهودي الراب منطقتي لما اغني فخلينا متفقين لو مش جايه معايا سكه بطلب مكتب الترحيل رحت وجيت عشان اتعلم وانتوا يا اسطى لسه قاعدين معروف عشان عجلهم يمشي محتاج مساعدين الناس دي مش بتقدر كبتك في الاوضه بس عارف اني نجم من اللفه في الروضه بكلم نفسي اوعى تصدق في خوفك ما تعرفش تقدر تعمل ايه انت بكتابتك وصوتك اسمع ليه لفلان وانا ونفسي جيران كل شيء جواك انت محتاج ترسم الابعاد لسان سلاح وما بيفضاش دايما الضرب في المليان طالما عارف ايه جواك لا تراجع لا استسلام الفشل بيطاردني والاوضه بتحبسني يمكن بخاف ان افشل الامل ده هيموتني يمكن محتاج الناس في حته بتمشيها رجلي يمكن وارمي ورايا اللي دايما الاقيه ساحبني وانا بطولي بصلب طولي رجلي لففتني بلاد بكره تنزلني في الجاكوزي بكره لما ابني يكبر هتشوفوني اشاور على الاغاني في مصر واقول له كل ده بمجهودي يمكن